تواصل هيئة البحرين لثقافة والآثار استعداداتها للنسخة 50 لمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الذي يقام تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وستحتفي الهيئة باليوبيل الذهبي للمعرض السنوي عبر نشاط يضم مشاركات الفنانين من مملكة البحرين إلى جانب أنشطة متنوعة وأوسع من النسخ الماضية والتي ستستمر على مدار 3 أشهر. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. شيخ، بداية نرحب بك، وكما يعلم الجميع هذا العام هو النسخة 50 من معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية، والتي طبعا تأتي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الشيخ، ما هي أهمية الاحتفاء باليوبيل الذهبي لهذا الحدث الفني بالنسبة لهيئة البحرين للثقافة والآثار ولكل المهتمين طبعا بالفنون في المملكة والمنطقة أيضا؟ في البداية لابد من توجيه جزيل الشكر وحميق الامتنان إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لرعايته المتواصلة ودعمه اللامحدود لهذا الحدث الثقافي الذي يمثل منارة للإبداع والفن في مملكة البحرين. هذا الدعم يعكس الاهتمام الدائم من القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بكافة المبادرات الثقافية التي ترتقي بالحراك الفني التشكيلي. اليوبيل الذهبي للمعرض يمثل في مرحلة مهمة في تاريخ الفنون في البحرين، فهو ليس فقط احتفاء بالفنون البحرين الغنية وتطورها على مدى نصف قرن، وإنما يعكس أيضا التزامنا المستمر بدعم وتعزيز المشهد الفني الثقافي في البحرين والمنطقة. طيب الشيخ، يعني ما الجديد في تنظيم المعرض هذا العام، وهل لك أن تطلعنا كيف تم تطوير الفعاليات المصاحبة لتعكس 5 عقود من الإبداع والابتكار والفن في مملكة البحرين؟ هذا العام قمنا بإدخال عدة تحديثات مبتكرة على برنامج المعرض، حيث سنقدم معرض مصاحبة تلقي الضوء على أعمال فنية تعكس مسيرة تطور الفن التشكيلي في البحرين عبر الزمن، ومن بينها أعمال تنتمي للمجموعة الدائمة لمتحف البحرين الوطني. كما تم تصميم برامج الفعاليات المصاحبة من ورش عمل وأدوات بطريقة تصنع تجربة ثقافية فريدة وتفاعلية للزوار والجمهور. نعم. كذلك عملنا على التعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية الفنية من أجل إثراء العمل الفني المشترك خلال فترة إقامة المعرض. نعم الشيخ، على مدار 50 عام الآن أكيد هناك آثار إيجابية تركها المعرض على يعني المجتمع الفني والثقافي في مملكة البحرين، هل لك أن تطلعنا عليها باختصار؟ على مدى 5 عقود أسهم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في تشكيل المدهج الثقافي والفني في البحرين بشكل كبير. لقد كان منصة للفنانين الناشئين والرواد من مؤسسي الحركة الفنية في البحرين لعرض مواهبهم وتوسيع آفاقهم الإبداعية وتواصلهم مع الجمهور، كما لعب دورا محوريا في تعزيز التقدير والإدراك العام للفنون التشكيلية البحرينية محليا وأقليميا. نعم، إذا سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا جزيلا لك.